في حماسة البدايات تحديداً أول السنة وأنا بخطط حطيت هدف أني أقرأ 20 كتاب، ولحد دلوقتي ما تخطيتش حتى قراءة 10 كتب. بتنقل ما بين فتور القراءة وبلوك القراءة، بس السنة قربت تخلص، ولأني حاطة في الفيجن بورد أن 2024 is my year، هاخدكم معايا في تحدي قراءة 20 كتاب وإن شاء الله نخلصهم قبل 2025. أهلا بكم في الفلوج. انا جاي اصلا معايا ترايبود بجد. والله جاي بس مكسله اطلعها. خلص هنا هوديكي مكان حلو، مكان ما رحتوش بقالي سنين. انا هو النادي بتاعي، ما كانش حد مشجعني اروح، بس هو قريب مننا فاحنا نتمشى في اللي عنده ونروح هناك. اوكي. حابه اقول لكم ان تامي جايبانه، متاكد بس. انا والله خايفه هيعملوا لي اليوتيوب طبعا مبدئيا كده هيعمل لي كوبي رايت بصوت فيروز. مش فاهمه يعني ايه شيء. اصل يا بنتي الفيديوز الحلوه اللي كده بيقوموا عاملين عليها كوبي رايت. ما هي اي فيديو انا بطلع فيه تعرفين لازم يبقى طبعا احلى فيديو على القناه. المهم بقى، واحنا بنتفرج على المنيو احنا كل ما نيجي عند حاجة نقول هنجربها، لدرجة ان احنا يعني خلصنا كده ان شاء الله ممكن نجرب المنيو كله. احنا جايين نعمل فود ريفيو ان شاء الله. هما معلقتين. فانتظروني بعد الغداء هنيجي نقول لكم الريفيو بتاعنا عن الحاجات اللي احنا جربناها، واتمنى تستمتعوا بالفلوج اللي هو هيبقى فيه كتب واكل وممكن نشرب قهوه لو انتي حابه تشرب قهوه. هيبقى في تمشيه على النيل حلو قوي. اخلي ده فلوج لوحده ولا لا؟ انا هيبقى معايا يعني اخلي الكتب معايا ولا يوم في الزمالك؟ تاني يوم في الزمالك. تاني يوم في الزمالك. اي طب والله على فكره تايتل اجمل من الاولاني. معانا هنا كانيلوني انا نجرسكو
المرة التانية عشان يبدأ يجوع. رضيع انت. استنى وتستنى. ليت الطبق بتاعك. لوفلي لوفلي. عندنا هنا اسمه ايه؟ كم فريدي؟ اللي هي قالت عليه ترام فريدي اللي هي قالت عليه. انا بصراحه كنت بفكر اقفل الفيديو عند خلاص بقى اخر لقطه وكده، وبعدين من الصبح وانا بقول لا خلاص يعني انا مش هتكلم، مش هقول من الاول انا استعرت ايه وكده، وهخليها لاخر الفيديو. وبعدين وانا بره قعدت اقول انا ناوي اعمل يعني الجزء، يعني الجزء الاولاني زي ما انتم هتشوفوه كده لو فيجن مختلفه وكده وستوري تيلينج والحاجات دي، و يعني ناوية ان انا احط فيه مجهود كده كويس. فمبقتش عارفة بقى اكمله مع الفلوج ولا ما اكملوش مع الفلوج، بس ان شاء الله هم يعني انتوا هتلاقوهم كلهم في فيديو واحد. اول حاجة غسان كنفاني ام سعد، تمام، دي اول مرة ليا لغسان كنفاني. نجيب محفوظ، دي ليالي الف ليلة، بصراحة دي تاني مرة ليا مع نجيب محفوظ. اقول محفوظ ولا اقول محفوظ؟ والمحجوبات ماشي. وعندنا احمد امين حياتي، وكل ما اروح المكتبه ببقى عايزه استعير ماذا علمتني الحياه وما بلاقيهاش. والنهارده بقى لما لقيتها مع واحد كده كان قاعد بيقرا فيها خالص كده، فكنت عايزه اروح اساله هو انت هتاخده وانا مش هتاخده، عشان لو يعني مش هياخده كده وبيقرا استطلاعا يعني بيشوف الكتاب هيعجبه ولا لا، اخده انا بدل ما ضيعت الوقت دي. بس بصراحه ما عملتش كده، ويعني هما دول اللي انا جبتهم. ولينا ان شاء الله زيارات تانية، يعني المكتبه كده كده مش يعني هتروح مني فين، مش هتروح في حته ولا انا هروح منها في حته، فانا متحمسه متحمسه قوي بجد. يعني ان شاء الله بقى اشوفكم في فيديوهات قادمه في تحديات القراءه اللي انا هعمله ده. بدايه من الفيديو ده تبداوا انتوا كمان تجيبوا كتاب، لو انتوا لسه متاخرين زيي يعني تجيبوا كتاب ونبدا سوا التحدي ده، ويبقى بنحاول ان احنا فعلا ناخد الاهداف بتاعتنا سيريسلي وكده، ونخلي 2024 السنه بتاعتنا فعلا. اشوفكم الفيديو اللي جاي يا اصدقاء. لو وصلتوا للنقطه دي فانا ممتنه ليكم جدا وشكرا على الدعم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتدعموا القناه بقى، وتعملوا لي كومنت والحاجات الكتكوته الحلوه منكم دي. اشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. باي باي.